ريف دمشق وبيلة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو حال البلدة، هذا وضع الشارع الرئيسي في البلدة. أبنية بالكامل خالية من السكان، محلات تجارية مغلقة، أرزاق الناس تعطلت، الكثير من الناس قصفوا وقنصوا على هذا الشارع. حال البلدة متوقف منذ عدة أشهر. هذا هو قوس بابيلة ودوار بابيلة الرئيسي. كل المباني تعرضت للقصف، لم يسلم منها حتى المباني الحكومية. كل المحلات أغلقت، لم يبقى أي ناس تسكن هنا، لم تعد هذه المنطقة صالحة للسكن. رغم الحصار هنالك الكثير من الدمار. حسبنا الله ونعم الوكيل.